في مسيحيه؟ هو الخلع ليس له علاقه بالمسيحيه، بس هو في حالات بتلجا الى الانضمام الى مله او طائفه اخرى وبناء فيرجع يطبق احكام الشريعه الاسلاميه. هو المشكله في فكره الزواج المدني برضو يا دكتور، الزواج المدني هو احنا كان في القانون 462 لسنه 55. انت هترجع ترد على السؤال اللي انا سالته الناحيه الثانيه بسهوله. طب اتفضل. فكره القانون 462 انا بس بوضح للمشاهد ان استكمالا للاجابه الاخرى يعني، وعند الغائه وفكره قانون ترتيب محاكم الاحوال الشخصيه للمسلمين تم الغائه بالقانون 1 لسنه 2000 هو قانون الاسره. الزواج المدني هو علاقه بتنشا بعقد ما بين طرفين، يعني المسيحي الارثوذكسي او البروستانتي او الانجيلي سوري او الكاثوليكي، دول خارج اطار جمهوريه مصر العربيه بيتزوج مدنيا ثم كنسيا، بيبقى ليه الحقين، من حقه ان يتزوج مدنيا فقط لا غير، ولا يلجا للكنيسه ولا تعقيب على هذا طالما هو اختار هذا الطريق، ولكن من حقه ان يتزوج مدنيا ويلجا الى الكنيسه لاتمام المراسم. فكره اتمام المراسم هي في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وفي الطوائف جميعا الثلاثه، هو فكره ان يقوم رجل الدين باتمام رابطه الزيجه ما بين الطرفين على اساس انه وكيلا الى الله في الارض. ولكن اللي احنا كنا بننادي بيه ان فكره الزواج المدني لو شجعتها الدولة وأنشأت لها قانون، من حق الفرد أن يختار أن يتزوج مدنيا ثم يتمم المراسم الدينية. وفكرة الزواج المدني فكرة يعني لما طرحناها لتصدر للنور هي ارتباط ما بين أفراد مصريين مسيحيين فقط. ليه سؤال يا ترى، يعني الشكل الكنسي للزواج ده شيء مطلوب ومفروض واساسي ومتمم ولا ده اساسي؟ اساسي طبقا للماده 15 والماده 1. يعني ما يبقاش مدني بس، لازم يبقى مدني ثم يتمم بالكنسي. الكنسي ده في حاله ان يكون احد الاطرافين اجنبيا. لا انا بتكلم عن لكن عامه اذا كانوا طرفين مصريين مسيحيين لا تنعقد القسيمه المدنيه قبل ان تتم المراسم الدينيه. يعني عايز تقول لي بقى ان في مصر اذا كان الزوجين المسيحيين مصريين يبقى المراسم الكنسيه هي رقم واحد، وبعديها القسيمه بتاعت الدوله التي تتعامل بها في حقوق امام الدوله. طيب برضو انا عرفت ان حضرتك اول محامي رفع قضيه خلع، ده كلام مظبوط؟ كلام حصل فيها ايه؟ صدر فيها حكم. صدر حكم وما زالت تصدر احكام حتى الان. نعم، وما زالت حتى الان حتى تاريخه بتصدر احكام من المحاكم. وبتنفذ في الكنيسه ولا لا تنفذ؟ يعني انت خدت حكم خلع بتروح الكنيسه بتنفذه؟ لا، فكره التنفيذ لدى الكنيسه، والفكره اللي ارساها قداسه البابا تواضروس منذ ان اعتلى الكرسي البطريركي هو ان الكنيسه الاول بتبص على عقد الزواج المدني. هل عقد الزواج المدني ده انت كشخص رحت للدوله واستصدرت حكم بانفصال هذا العقد، وبناء على انفصال هذا العقد بايا كانت كينونه الانفصال، يعني اذا كان بالزنا، اذا كان بتغيير الدين، اذا كان باختلاف المله او الطائفه، فالحصول على حكم خلع واثبات طلاق، بتبدا الكنيسه بقى تبحث سر الزواج او العقد الكنسي اللي انا عملته، هل من الناحيه الدينيه المشاكل اللي الطرف اللي جاي بيشرحها دي من الناحيه الدينيه يعني بعد بس خليني في نقطه هنا فضل. اعتقد انها تبقى خارجه عن اطار الكنيسه ان هو تغيير الدين. تمام، خلاص الكنيسه مالهاش دعوه لان هو غير الدين. تمام، لكن لو بنفحص في عله الزنا او تغيير المله هنا الكنيسه تبدا تبحث بقى. تمام، يعني ما بتعتبرش الحكم ده بالنسبه لها. لا طبعا ما بتاخدش بيه لسبب واحد. احكام المحكمه الدستوريه العليا ارست مبدا بان سر الزواج هو من الاسرار الكنسيه التي لا يحق لا يحق للقضاء التدخل فيها، ولكن الكنيسه بتبحث ازاي خدت حكم من الطلاق المدني انا افصلك من الناحيه الكنسيه وبناء عليه اقدر اديك تصريح زواج تاني، عشان لما تيجي تتجوز زواج تاني ما يبقاش ليك قسيمه عند الدوله، فالكاهن اللي يجوزك مره تاني.